السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله، كيف حالكم؟ نورت القناة، إن شاء الله مبسوطين. اليوم بإذن الله رايح المسجد، أصور لكم المسجد. وهذا طبعا عندنا إحنا أول يوم في رمضان، وهذا المسجد اللي اليوم راح أصور لكم إياه هذا يعتبر أكبر مسجد في المدينة اللي أنا ساكن فيها، مدينة تبوري. وهذا المسجد يعني الحمد لله نعمة كبيرة لنا في المدينة هذه. عندنا احنا في رمضان في السويد او في المنطقة اللي انا فيها، يعني الصيام من الساعة 4 الصباح الى الساعة 8 المغرب. عندنا عندنا المغرب الساعة 8 وصلاة الفجر الساعة 4، بعدين المغرب يبدأ يزيد لين ما يوصل الساعة 8:30، يعني عرفتوا، والفجر يبدأ يقل، يعني يمكن يوصل لين 43 دقيقة، حاجة زي كذا، 3:30. زمان قبل تقريبا 7 سنوات أو 8 سنوات كان صلاة المغرب الساعة 11، وصلاة الفجر كانت الساعة تقريبا 3:15 زي كذا. فالحمد لله، يعني كل ما له إيش، رمضان قاعد يجي في الشتاء وساعات الصيام قاعد تقل، فهذه برضو نعمة الحمد لله. لأنه زمان في السويد ودول الشمال هذه، مع دول اسكندنافية، معروفة أن عدد ساعات الصيام جدا يعني طويلة، وفي مناطق في السويد يعني الشمس ما تغرب في الصيف، فيعني صعب عليهم إنهم يصوموا، لكن يصوموا على أقرب مكان لهم حسب الفتاوي. أنا ماني مفتي بس أعتقد يعني زي كده. وفي مناطق يعني فيها ممكن ساعة واحدة بس هو الغروب الليل، يعني فصعب جدا عليهم. فالحمد لله احنا صار ساعات الصيام اقل كثير من اول. ويلا خلونا نشوف الفيديو. في انتظار الترام اخذه عشان اروح على طول للمسجد. يلا ناخذ الترام نطلع المسجد. الحظ السيء، صار حادث السيارة مع ترام، وعشان كذا تأخرت، صار توقف في المرور يعني. يلا لكن نكمل طريقنا إن شاء الله. مشي نسوي. وصلت المحطة، يعني والله تأخرت شوية لكن إن شاء الله بلحق دحين أروح وأصور لكم. طبعا المسجد هذا اللي بناه أعتقد السعودية، هي اللي بنت المسجد هذا في عام 2012، فالله يعطيهم ألف خير، أهل الخير والناس اللي بنت المسجد ده. وأنا في بداياتي لما جيت على السويد يعني سمعت إنه في مسجد وكبير وزي كذا وهذا، وجلست أدور على الموقع، ولما حصلت المسجد يعني جدا انبسطت والله. فالحمد لله يعني انبسطت. أنا كنت والله ما ادري، انبهرت شكلها حق الكورة، فريق كورة وحاجة زي كذا. ما علينا منهم، خلينا نروح نكمل المسجد.
قاطعوني وانا قاعد اتكلم والله. فهذا المسجد انا اول مره يعني لما كنت رحته والله يعني لما شفته قالوا لي انا في المسجد كذا وهذا كبير شفته والله كان شعور جدا جدا جميل. ف الحين ان شاء الله تشوفوا معاي انتم المسجد شعور يعني ما انساه. فالحمد لله بعد ما استقريت وزي كذا فاجي للمسجد يجيني الشعور بالذكريات والاشياء ذكريات ايام زمان. سبحان الله يعني الانسان ما اول مره يشوف يشوف كذا مسجد كبير وفي الغربه يعني عرفته. ف جيك شعور جدا جميل كذا بعد ما يعني خلاص تتعود على البلد وتصير يعني واحد من البلد تستقر وتروح المكان ده نفسه حق المسجد كذا جيك ذكريات جدا جميله والله. ذاك محل شاورما محل صاج شاورما محلات الشاورما هنا ما شاء الله تبارك الله صارت في كل مكان يعني في المدينه. دخول اسم المسجد مسجد يتبوري يتبوري موسكية مسجد يتبوري. خلونا ندخل الآن بس قبل ما ندخل نبغى نشوف أوريكم لوحة. اللوحة هذه مكتوب عليه لوحة سويد المسجد وفخامة المنحة المملكة العربية السعودية خدمة للمسلمين في مملكة السويد. فالله يجزاهم خير السعودية على عمل الخير هذا. خلونا ندخل. ما شاء الله منظر المسجد من فوق شايفين زي ما انتم شايفين. وهذه هي المدينة اللي انا عايش فيها اسمها يتبوري من اجمل المدن بالنسبة لي. كده شباب وصلنا لنهاية الفيديو واذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من دعواتكم في شهر رمضان المبارك وكل عام وانتم طيبين وفي أمان الله. مع السلامة.